ألو، لساتك نايمة لهلأ ريما؟ لا أنا فايقة بس ما صار لي زمان. مو هيك بيوحي صوتك، لازم تشتغلي والكل نايمين، هذا سر النجاح حبيبتي. طيب رنيم خانو، عطي عنوانك ليسرى بس بدي تعطيها إياه بالتفصيل، فهمتي علي؟ ليش بدها تجي؟ ريما ممنوع تسألي، أنت بتنفذي وبس. طيب عفوا، معناها أنا هلأ رح أتصل مع يسرى فورا. تعرفي إنه اليوم رح تبدأ حياتك من أول وجديد؟ انبسطي فيها. شكرا يا خانم. ما عم صدق. لك وبعدين شو هالروتين الممل هاد؟ روح على الشغل، ارجع من الشغل، عنق الزباين ونكدهم اللي ما بيخلص. لك كل يوم نفس الروتين. طقيت روحي من الملل، طقيت والله. حبيبتي خير؟ ما كنت واثقة كثير باختبار البيت، فرحت من الصبح على الدكتور، عملت تحليل بالمخبر. انا حامل. أنا ما عم بحلم، ما هيك يعني؟ مو حلم هاد حبيبي، أنت رح تصير أب، وهالمرة ما عم بمزح معك. مروان، هو هو حبيبي مروان، شبك؟ يعني أنا وأنتي وأنا يعني هلأ أنا وأنتي يعني رح نصير بو بو بو. الله، رح صير أب. لك وقف يا مروان، شوي مروان، شوي. حبيبتي أنا بحبك كتير يا روحي. أنتي رح تصير أم وأنا رح صير أب، مزبوط؟ يعني نحنا رح نصير عائلة حلوة. لك أنا بالأول ما كان بدي يصير عندي ولد، يعني ما كان بيهمني هالموضوع كل هالقد، بس أنا هلأ مبسوط كتير حبيبتي. بحبك مروان. لازم نحتفل سيرين، لازم نحتفل فورا، بدنا نخبر كل العالم، ننشر على التلفزيون، الكل لازم يعرف، خلي الكل يعرف إنه أنا رح صير أب، أنا رح صير أب، بابا، أنا رح صير بابا. خلص اهدى. لك روق شوي شبك. معناها المسا فينا نعمل حفلة ونفاجئ الكل، ومنعزم رفقاتنا كلهم لهون، ما منخبرهم بشي على التليفون، هم منفاجئهم بالخبر. ايه شو رأيك؟ عجبتني الفكرة كتير، اكيد بنساويها. ماشي، لكن انا ما اكلت شي من الصبح وجوعان كتير، شو رأيك نفطر بالاول؟ تقبري قلبي، شو مشتهية على الفطور؟ حبيبتي بلشت تتوحم على الأكل. دخيل عينا، فورا هلأ بيحضر لك أحلى فطور. بس قليلي أنت شو مشتهية، شو جاي عبالك؟ دخيل جمالك، أنا ما شاء الله عليك بتجنني. يلا دقيقتين. حلو هالأحساس. قال لي إنه أفلست الشركة، شو بيكون صار هلأ؟ والله كتير أكلي همه. أنا حكيت مع أخي اليوم، قال لي ما تاكلي هم، المشكلة مو كبيرة. بيكون قال هيك حتى ما يشغلك بالك؟ لا ما بظن حبيبتي، ما نو مضطر، بجوز صح، يمكن أنتي معك حق، ما بعرف كيف ما خطر لي. أكيد قال لي هيك مشان ما يشغل لي بالي، عن جد أنا غبية. بتول، برأيك
أنا عن جد وحدة أنانية. حبيبتي إذا ما نزلت القمر على الفطور، الفطور بيجي لعندها. تفضلي. أوه هالفطور إجا بوقته خالي مرام. والله شكله بيشهي. سلم إيديكي، أكيد رح نطلع فيه كلياته ولا يهمك أنتي. أمي متوقعة أني بقدر آكل وأنا بهالحالة؟ دخيلكن لا تجبروني. إيه لك خلص فتون، يعني لسه رح تتخانقوا كتير خناقات مثل هاي. أمي صدقيني حاسة أنك شو ما حكيتي ما رح أرتاح، مو قدراني آكل شي. خلص بس أنا كتير مزعوجة لأنك بهالوضع، أكيد بتعرفي. ما أنا طول الليل ما قدرت أغفى، حتى أخوك عم يسأل فتون شو بها شو صاير. حاجة تتعبي لي قلبي، والله عم تقصري لي عمري. يعني أنا شايفتك بنوب ما عم تاكلي، يعني كلي لقمتين ثلاثة مو أكتر. الله يوفقك. طيب خلص لا تزعلي، مشانك رح آكل. يقبرني قلبك الحنون. إيه خلاص ولا يهمك خالي. يا روح قلبي انتي دخيلك روقي، رايحة على الشغل. ايه طيب يلا لكن لقوم بتول. خليها تاكل منون. وطلعوا برات البيت بتغيروا جو بتتسلوا يعني. مزبوط. خلاص خلاص ولا يهمك، لا تاكلي هم. ما حوصيك امي. خلاص شو شايفتيني صغيرة؟ سمعتيني؟ يا الله. ايه طبعا صغيرة لكن شو. ايه خلصنا بنتي، يلا روقي بقى. مع السلامة خالي مرا. صيتك. باي باي. وهلا خدي هاللقمة من ايدي. يلا 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 بلا غلاظة، يلا خديها. مو قدراني اكل بتول، ما بدي، جاي على بالي نام مشان ارتاح وما افكر بشي. اياد طلعت سيرين. أهلين سيرين، كيفك؟ ليش هيك صوتك؟ شو أخبارك؟ مجدودة شو أخبارك حبيبي؟ الحمد لله منيح. ليك شو بدي لك؟ فتون حبيبتي بس ثانية. حبيبي؟ إيه؟ صوتك كتير عالي صرعتني، معلش تفوت لجوا لو سمحت. ماشي حبيبتي ماشي. يلا فوت يا قلبي فوت. ألو إيه مجدودة؟ اليوم المساء بدنا نجتمع عندي ماشي؟ ما في ولا عذر. ألو فهمت علي؟ ايه حبيبتي فتون شو كنا عم نحكي؟ كيف صحتك؟ منيحة، يعني أنا مزعوجة شوي، كيفك؟ أنا كتير مبسوطة، حتى فيكي تقولي رح طير من الفرحة. طبعا لا تسأليني شو الموضوع لأنه أنا اليوم المساء عزمتك لحتى خبرك شو الموضوع. صحي استني شوي، بتقول عندك شي؟ ايه هي عندي. ايه قولي لبتول كمان تجي معك، اصلا رح يخبرها امير. مروان اتصل بالشباب هلا وعزمهم، انت كمان بتجيبي معك اياد، اتفقنا؟ المسا في عندي مفاجاه كتير حلوه، لا تتاخروا علي ماشي، والاعتذار ممنوع مفهوم؟ لك فتون شو عم تحكي معك سيرين في شي؟ قال عزمتنا اليوم المسا لعندهم ورح تزعل اذا اعتذرنا. ليكي عم بستناكم على الاكيد، اصحى ما تجوها بزعل. رح تزعل اذا ما رحنا شو؟ ايه طيب طيب منروح. ايه ليكي سيرين يمكن ما بتعرفوا اني انا واياد اتخانقنا ما منقدر نجي سوا. انا بقدر اجي بس هو ما بعرف شو وضعه. شو هالحكي فتون، خير شو صاير؟ نحن متخانقين سيرين، وهالمرة ما انا مثل كل مرة ما رح نتصالح بنوب. ما بعرف امبارح صارت مشكلة وكانت كبيرة، اياد ضربوا لكريم قدام الكل. شو عن جد ضربوا اياد؟ وشو صار بعدين؟ شو هالقصة هاي ما عم صدق. حبيبتي ليكي لا تضلي زعلانة هيك ماشي؟ روقي يا قلبي لا تخافي كل شي رح يتصلح، والمسا بس نقعد بتحكي لي بالتفصيل الممل ماشي يا روحي؟ ولا يهمك. طيب ايه ليكي سلمي لي على بتول. اكيد بيوصل. حبيبتي مجد جاي هيك قال لي. مروان فتون وإياد متخانقين، بتعرف شي بالقصة؟ لا والله ما عندي خبر. لك إياد وكريم تقاتلوا، قام راح إياد ضربوا لكريم. لا شو هالحكي لا تقولي يا بلا مو معقول. ايه والله لك العمى
أبصر شو بيكون عامل هذا كريم لحتى صار اللي صار. لأنه إياد ما رح يضربه هيك إلا ما يكون مخبص له بشي. أصلاً مبين إنه في شي معنه طبيعي، بتحسي مريض. صدقيني أول ما شفته ما ارتحت له أبدا. هلأ وقت يتخانقوا مع بعض شلون بدهم يجوا على السهرة وشلون بدنا نخبرهم؟ طيب إذا بدك خلص منأجل الحفلة لبعدين. لا والله ماني مأجلتها لبعدين. اسمع لقلك مروان، اليوم المساء لما بيجوا بنجمع إياد وفتون ومنصالحهم وبعدين منفاجئهم بالخبر، شو رأيك؟ طيب حبيبتي موافق، أصلا هنن بيكونوا واقفين على كلمتين ليتصالحوا، بتعرفي طبعهم يعني. طيب لكان رح أقوم حضر للسهرة. يلا 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 دوبنا نلحق. يلا. اتصل مروان قال المسا في حفلة وعاملنا مفاجأة. منظر الشمس حلو كتير لما تطلع، بياخد الحال. تعرف شو؟ لما تشوف الشمس طالعة بتحس حالك بتقدر تعمل كل شي. على فكرة الناطور محظوظ كل يوم بشوف هالمنظر. انت سمعتني شو قلت؟ مين اللي خلق يروح على حفلة؟ وشو المناسبة بقى؟ ما بعرف، ما خبرني. لك يا مجد فتون أكيد رح تجي، ما بدي روح. نحكي بعدين بهالقصة، بس هلأ نحن في عنا شيء أهم. مهندس مجد أويار؟ المهندس إياد دينجر. شو جاهز؟ جاهز؟ ايه بس عم قول مو الأحسن إنه نغير ثيابنا بالأول؟ تفضلوا يا شباب فوتوا. أحمد بيك، أنا مبارح كنت محضر العرض كتير منيح، بس لما شفت مجد متوتر تلبكت كتير وما عرفت شو بدي ساوي وقتها، حتى نسيت كل اللي بعرفه. أحمد بيك لا تواخذني، بس بحياتي ما شفت عملية بيع بهي الطريقة، وحضرته لوش الصبح قاعد بالمحلات عم يتسلم على البنات وعلى طاحنك، وأنا عم بتصل فيه وترجاه وقل له عنا شغل مهم، وهو بيقول لي لا والله ما لي جاي. أي لا لا بس دقيقة واحدة، بالأخير مين لحق التاني؟ طبعا أنا جيت لعندك، بس مو هاد موضوعنا الأساسي إياد. لك طلع بيرقص رقص، اي والله كان لازم تشوفه بين البنات. هاي شغلات خاصة ما بصير تحكيها اياد. معقول خجلة من الشيء اللي عملته؟ احكي له عن الاسبوع الماضي. اصلا مبين انك غيران مني. رح احكي له كيف تركت. ايه اللي عم تعمله؟ لك خلاص خلاص انا اسكتوا. نحن كلنا مطرودين يا اولاد، فلست الشركة، اخر مناقصة كسرت الميزانية، والوضع صعب يتزبط، مجبور اني بيع الشركة. اكيد بتعرفوا انكم اغلى موظفين على قلبي، كرمال هيك حبيت خبركن قبل كل الموظفين. معقول ما في شي نقدر نعمله؟ صحيح أحمد بيك، إلا ما نقدر نلاقي شي حل. بتمنى يا شباب إنكم ما تضايقوا حالكن، أصلاً أنا تعبت ومليت وما عاد فيني كمل. عم فكر إني أخد عيلتي وسافر لبرا البلد، مثل ما بتعرفوا صار لازم ارتاح. بتمنى إنكم ما تاكلوا همي. الزمن هلا صار زمنكم انتو يا شباب. اياد لك اياد، حل عن ياسمين بقى، والله هي مو شايفتك. الحكي إلي؟ مو شايفتني؟ خلص خلص تصطفل مثل ما بدك. في شي ضروري لازم قلك يا إياد دينجر. تعرف شو بدنا نعمل؟
بدنا نشتري هاي الشركة من أحمد بيك وفورا. ها؟ شكلك لهلا ما صحيح. بلا صحيان، ليش مستغرب؟ لك هاي شركتنا، منعرف الموظفين، منعرف الزباين وكل تفاصيل وطبيعة الشغل اللي هون. يعني إذا ما اشتريناها مين بده يشتريها؟ أه؟ شو قال أحمد بيك؟ يا شباب هاد زمنكن أنتو. طيب والمصاري؟ يعني من وين رح نجيب كل هالمبلغ؟ كل واحد بشوف قديش في معه مصاري. وأنا كمان بقدر أدين شوي من أبي، وبظن أنه أمك تقدر تساعدنا كمان بهالقصة، بس بدك تلغي لي عطلة آخر الأسبوع. بس دقيقة، استنى استنى، ما في عندي عطلة غير هذا اليوم وعن جد ما بداوي. لكن اسمع شو بدي إلك، حضرة المدراء مجد أويار وإياد دينجر، كيف؟ ها؟ عجبتني كثير هالفكرة والله. إياد دينجر، تقبل نتشارك أنا وياك؟ إيه بقبل بقبل بقبل. خلاص بطل لي الحركات بقى. ليش جايب هالمنظر إياد شبه؟ مجد، مو أنا المدير هون؟ من اليوم خلص ممنوع لبس لطقوم. إيه منشوفك بعد كم سنة. ليش ما أجيت؟ مين هي؟ آه قصدك ياسمين. إيه مو جاي اليوم. ماشي خلص خلص بلش. يا جماعة مرحبا. كلكم دريتوا باللي صار وإنه أحمد بيك تقاعد. شركتنا من اليوم دخلت بمرحلة تجديد وتأسيس لطريق تاني، والوضع يمكن ما يريح كل الموجودين هون. يعني بالمختصر بالمختصر المفيد، الشركة انباعت لحدا تاني اللي هو نحنا. أي نعم، لهدول الشبين. أكيد رح تسألوا حالكم كيف هالشبين رح يديروا الشركة. الحق معكم، نحنا لساتنا صغار بالعمر، منعترف بهذا الشيء طبعا. المهم بدنا شيء واحد من حضرتكم، لا تغشكم المظاهر الخارجية أبدا. أنا وشريكي مجد دائما عرفنا كيف نخطط وننفذ يلي بدنا إياه، نشكر الله، بس بدنا ثقتكم لنقدر نكمل. صحيح، مثل ما كان عم يقول إياد بيك، لازم توثقوا فينا لأنه نحن منوثق فيكم. يلا معناها مبروك علينا كلياتنا. هات لشوف. يلا لشوف. ايوه ايه يا جماعة، من 5 سنين أنا وإياد بلشنا معكم بالحلم، كنتوا معنا ومشينا بهالحلم سوا. أحمد بيك باعنا شركته ومشينا على نفس الطريق، حققنا كثير نجاحات، صرنا عائلة واحدة بهي الشركة. يعني بعتقد أنه هذا أحسن وصف من بعد 5 سنين شغل مع بعض. صرنا عائلة وفي كتار منا تجوز وصار عندهم أولاد. يمكن ما بتقربونا بس نحن عائلة واحدة، أو كنا عائلة واحدة. ليكو يا جماعة، للأسف اليوم ما له احتفال بالذكرى السنوية للشركة. قبل كل شي حابين نتشكركم، لأنه بصراحة هذا حفل وداع. مشروع الملعب كان المفروض أنه يحسن من وضع الشركة هاي، بس بسبب كم قصة انعكس الوضع وأفلست الشركة، وهلأ في علينا عقوبات جزائية. لهيك قررنا أنه نوقف الشغل لفترة، وأنتوا بتقدروا من هلأ أنكم تدوروا على شغل تاني إذا بتحبوا. أكيد كلياتكم يا شباب رح تاخدوا من الشركة كتب توصية ورح تقبضوا رواتبكم بآخر الشهر. طبعاً نتيجة لتوقف الشغل رح تقبضوا تعويضاتكم. طبعاً الوضع اللي عم نمرق فيه أكيد ما رح يكون سهل، يا منرجع مثل قبل يا أما هالشركة رح تسكر نهائي. بصراحة نحنا مو شايفين أنه في أمل لرجعتنا بنوب. طبعاً ما حدا بيعرف شو رح يصير، بس حابين أنه نشكركم على وقفتكم معنا خلال السنين الماضية. لهيك عن جد شكراً كتير لكم. أنا بتشكركم يا جماعة. وهلأ بعد 5 سنين يعطيكم العافية. كلنا سوا، تفضلوا تفضلوا.
ريما خانو مرحبا، رح وصل حضرتك على الشغل يا خانو. تفضلي لو سمحتي. عن جد ميرسي كتير. ولو يا خانم هذا واجبنا. أجا من قلبي فايقك من النوم. صباح الخير. اليوم 21 حزيران. ثانية لازم امرق على البيت قبل الشغل لانه لازم غير ثيابي، وكمان بصراحة انا مو حلوة البس نفس ثياب امبارح، مو حلوة. انت كمل دغري، خليك ماشي بهالشارع وانا بدلك بعدين. امرك يا خانم. يا خانم اذا بتحبي بشغل لك موسيقى. يا ريت والله، انا بكون ممنونتك عمو. في شي ببالك حابة تسمعي؟ ما في شي ببالي. اذا بدك حط منوعات منيحة. ولا استنى شوي عمو، حط لنا شي فلايحي لنرقص. بدي أرقص. تكرم عيونك. هيك بالضبط. بعدتي إياد عن فوتوني وهي مكافأتك. إذا استمرتي هيك بيتك جاهز.
بتمنى تكوني ذكية وتمحي رسائلي، لا تنسي. خلص انمحيت. شو صار له التليفون مع عاد هدي؟ عفوا بس ممكن توطي صوت شوي لو سمحت؟ لك اهلين بسيرين الحلوة. الو كيفك ريما؟ انا بعرف انه صار لنا زمان ما حكينا مع بعض، بتعرفي ما لحقنا من كتر المشاكل. على فكرة فتون والشي اللي عملتي معها كان كتير ظريف، عن جد لفتة كتير حلوة منك. ايه هذا واجبي ولو؟ بتمنى ننسى ونزت هالمشاكل ورا ظهرنا، حابين نرجع نكسبك بيناتنا من جديد. المساء انا عاملة حفلة ببيتي، يعني مو حفلة عادية بصراحة، في خبر حابة افاجئكم فيه. ما فهمت مفاجأة شو بالضبط؟ خلص المساء بتعرفوا حبيبتي. بس كمان في عنا بالاول مهمة صعبة، اياد وفتون طلعوا متخانقين مع بعض، بدنا نحاول نصالحهم. ها ايه ضروري نصالحهم، مو معقولة يضلوا هيك متخانقين مع بعض. ليكي الشغلة مانا كتير صعبة، بتعرفي قديش هن بيحبوا بعض، منصالحهم على السريع وبعدين بخبركم بالمفاجأة، ها شو رأيك؟ ايه اكيد حبيبتي، اتفقنا خلص. ماشي حبيبتي، لكن عم استناكي اليوم المساء، يلا بشوفك. ايه اكيد بشوفك اليوم المساء، مع السلامة حبيبتي، بشوفك، باي باي. عمو معلش تغير هالغنية وتحط لي شي بمقات، شي يهز بدني يهزه. احسن. يلا ابكي قد ما فيكي، لانه ما رح تقدري تنسي يا فتون، لانك تعلقتي فيه لإياد وخلاص، وبعدين هو تركك وراح، ما عاد بده اياكي. الحق عليك يا فتون، انتي زعلتي ومشي الحال، خلاص هو مستحيل يرجع لك يا فتون، مستحيل انه يرجع، مستحيل. لك خلصنا بقى. بدي اياد انا فتون. ليش طفيتي الغنية هلا؟ ليكي انا ابدا مالي خلق عن نكد من وش الصبح، يعني حبيت نكدينا ايه معك كل الليل، بس النكد من الصبح لا والله. شو يعني النكد له مواعيد؟ بكتئب وبنزعج وقت اللي بدي، انتي شو دخلك؟ ولك فتون كبري عقلك، اخرتها رح تتصالحي انتي وياه. ايه بس هالمرة غير كل مرة بتول، خلص في شي انكسر بيناتنا. بعمري ما شفته لإياد بهالحالة، وما شفت هالنظرة بعيونه من قبل. تعرفي شو اللي مقهورة منه؟ إنه أنا هالمرة غلطت. معناتها بتقدري تروحي لعند إياد وتعتذري منه وتصالحي. الموضوع مو بهالبساطة، صعب. مو حابة تعبي حالك، بس بتقدري اعملي شي. لك القعدة بالبيت ما رح تفيدك ولا رح ترجع لك إياد. لك أهم شيء أنتي لازم تروحي على الشغل، ولا حابة مونيكا تقلعك لتكمل معك البلاوي، شو رأيك؟ مو معقول ما بتعملها. والله إذا قلعتك لا تستغربي، اطلعي بمنظرك بالله. لك أنتي كأنك مو شايف الفرصة المهمة اللي بين إيديكي هلأ، ممكن توصلك لإيطاليا. اصحي بقى. ما بدي روح على إيطاليا خلاص. بتروحي أو ما بتروحي هالشي بيرجع لك فتون، بس الفرصة بين إيديكي، انتي المفروض تستغلي هيك فرصة، شبك؟ وبعدين بتشوفي بتروحي او ما بتروحي هذا موضوع تاني. انتي معك حق. اكيد معي حق، مو شايفة حالك بالله؟ هيك رح تضلي يعني؟ اشتغلي ندابة مو احسن لك؟ فهمنا بتقول حاجة تبهدليني. معناتها هلأ انا رح روح على جامعتي وانتي بوشك على الشغل، ماشي؟ بتقول شو صار لك؟ حاجة تنقي اف. ليكو من عم يحكي؟ سيدة النق. ليكي رح اتصل فيكي كل الوقت، بدي اعرف وضعك بالتفصيل الممل. ركبي لي كاميرا فوق راسي احسن. والله عجبتني هالفكرة، بالمرة الجاية بنعملها. يلا هاتي بوسة لك. بوسي. تعي لعندي. ليكي رح اخذ الفطور على المطبخ لريحك منه. باي باي.
بعتذر منك، كأنه خوفتك. لا عادي، أنا لما شفتك فجأة على الباب نقست شوي بس ما خفت بنوم. بتول ما هيك؟ إيه صح أنا، وأنت مين؟ كريم أيدن. جيت لهون لأنه مشغول بالي على فتو. فهمت. يلا لكان رح اندهله فورا لفتو. يا فتون، فتون رح استناها هون. ماشي، هي كانت عم تجهز حالها بدها تروح الشغل، هلأ بتنزل انطور. لكان هلأ منروح مع بعض. اي اتشرفت بمعرفتك كتير أنسة بتول. وأنا تشرفت بمعرفتك كمان. أكيد ما رح أطول تنزل لتحت. لكان بشوفك. ماشي، لازم روح. كريم، ما كان لازم يصير هيك ابدا اياد، كان لازم نلاقي حل لهالقصة. هالوضع ماله منطقي، لازم نعمل شيء. ليك فينا نعين محامي، يعني يلي عنا مو شاطرين منعين واحد ذكي، يلي بقصده انا حتى لو بدنا ناكل هالضربة منحاول نخففها قد ما فينا. عم قلك اتركني، اتركني. اهدى شوي، صدقني الحب الإيطالي رح يكون غير شكل. يا وفي فيك شيء إياد؟ أنا منيح منيح، كمل، عم بسمعك مجد. طيب، ايه وكمان نحن لازم نوقف كل المشاريع اللي بلشنا فيها، وإذا حصلنا كل أرباح الشركة بالوقت المناسب وقتها فينا نغطي جزء منيح من المبلغ. اياد، اياد شو صار لك؟ لك لوين رايح؟ استنى، الحقيقة مبارح انشغل بالي عليكي ولهيك اجيت لعندك. ما كان في داعي، شكرا لك، يعني أنا منيحة. أنت كيف عرفت عنوان البيت؟ أنت مرة قلتي العنوان لحدا عم تحاكي على التليفون وضل ببالي من وقتها. معقول هالحكي؟ أنا ما بتذكر هيك شيء، أمتى؟ هذا كان أول ما تعرفت عليكي، بس أنا ذاكرتي قوية. ليك بدي أقول لك أنه أنا آسفة عن بارح، يعني ما توقعت إياد يساوي هيك شيء أبدا. لا ولا يهمك، الموضوع خلص انتهى. لا والله ما انتهى، اللي سواه ما قاله أي مبرر. الظاهر أنه كان معصب، بالأخير هو بيحبك فتون، يمكن ما قدر يتقبل فكرة سفرك من هون على إيطاليا. على فكرة ما كنت بعرف انك مسافر على ميلانو، ومنشان هيك انا اجيت. من وقت ما بلشنا شغل مع بعض صار معك اكثر من مشكلة، وكل الوقت ما كنتي مرتاحة، وبظن انا المسؤول عن هالشي. وكمان اياد ما كان حابب تشتغلي معي، ولهيك في شغلة حابب اقول لك اياها. انا رح اطلع من حياتك ومالي رايح على ايطاليا، بس انت لازم تروحي، هذا الشيء كتير مهم بشغلك. أنا رح كمل بشغلي هون بأي طريقة كانت، حتى لو كان شغلي هون ماله منيح، بس بهمني أنه أنت تروحي تشتغلي بأجواء أحسن بالمستقبل. إجيت بس لحتى ودعك. اسمع كريم، لو سمحت لا تحكي هيك، عم تحسسني بالذنب. بعدين أنا شايف القصة من زاوية غير زاويتك،
وقت تسكرت كل بواب بوشي انت شغلتني معك. عن طريقك تعرفت على مونيكا خانو، والشي اللي وصلت له هلأ كله كان بفضلك انت. انت عطيتني فرصة وبعد هيك اجتني فرص كتيرة. بالمختصر ما فيني انسى معروفك، ولهالسبب رح اعتبر انه ما سمعتك بنوب ورح تسافر. ماشي؟ طيب اذا كان هالشي بيريحك. بالمناسبة القصص التانية ما إلها علاقة فيك. انسى، بس بدي شوية وقت لحتى جهز حالي ومنطلع سوا لعند مونيكا خانو. ماشي، خدي راحتك، في معنا وقت. ممكن تهدى شوي؟ نحن مالنا اولاد شوارع لحتى نعمل هيك. من اليوم ورايح انا بدي صير واحد ابن شوارع، مو شايف المنيح والادمي شو عم يعملوا فيه الناس؟ لك يا اخي روق شوي بس فهمني، انت شو بدك تعمل هلا؟ شو يعني بدك تضربه للزلمه؟ صدقني اذا اضطريت ما راح اقصر بعد. اسمعني ليك اياد، انت مو هيك. انا هيك صرت من اليوم مجد، تغيرت. لا وقف، ما بخليك تفوت. مجد قلت لك شو حكى هالمريض الوسخ بايدني امبارح، كيف بدك يعني اهدى؟ فهمني كيف؟ حسابي معه لسه ما خلص، عم تفهم؟ يا بتروح من وشي هلا يا تعال معي. أنا جاهزة. وأنا كمان. طيب نطلع لكام؟ إيه نطلع. إياد ليك بدك تكون هادي ماشي؟ اسمع نحن مالنا زعران، عم تفهم؟ نحكي معه بأدبنا ومنروح. شو قلت؟ ماشي؟ ماشي ماشي، لا تقلق. افتح يا واطي، بعرف انك شو. افتح افتح يا جبان افتح. طول بالك اياد وخلينا نمشي، مبين انه الزلمة ماله بالبيت، نرجع لعنده بعدين. يلا معك حق، امشي. برافو عليك اياد، برافو. كريم وينك؟ وينك ولك؟ وين متخبي؟ طالع شوف وين متخبي يا ندل. طلع بس بدي احكي معك. اياد كبر عقلك، مبين انه الزلمه ماله بالبيت. اياد نحن هلأ لازم نعمل له ديكور جديد. طول بالك، شو اللي بدك تعمله يا مجنون؟ لك الواطي تخته هون، أفوتون هون كانت تشتغل معه. Geçer.